ينضم إلينا من لندن مراسل الغد بهاء العوام. بهاء، إذا ما هي أبرز ملامح خطة مي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بالمهاجرين أيضا؟ نعم، فيما يتعلق بالمهاجرين الأوروبيين تحديدا فأن ما تكلمت عنه مي لنقل هو توضيح للصورة العامة التي أطلقتها الحكومة قبل فترة فيما يتعلق بالمواطنين الأوروبيين. هناك لنقل صيغ تفاضلية كان يتمتع بها المواطنين الأوروبيين في القدوم إلى المملكة المتحدة. هذه الصيغة التفضيلية قد توقفت أو سوف تتوقف بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. سوف يكون شروط استخدام المهاجرين أو العمالة الأوروبية مشابهة لشروط استخدام أي عمالة كانت حول العالم. سوف يتمتعون بذات الحقوق، بذات الواجبات التي تتمتع بها العمالة من مختلف دول العالم. شرط البقاء في المملكة المتحدة يجب أن يكون محمولا على العمل، وبالتالي يتوجب على الأوروبيين دفع الضرائب والمساهمة في المجتمع حالهم حال أي شريحة أخرى من العمالة الوافدة من دول مختلفة. هذه الصيغ أصبحت ربما تصعب عملية قدوم المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة، وهو كان مطلب أساسي من مطالب المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن أبقت تيريزا مي الباب واربا أمام الاتحاد الأوروبي، حيث قالت أن النسبة الكبرى سوف تكون من المهاجرين المواطنين الاتحاد الأوروبي، سوف يتمتعون بحرية التنقل إلى المملكة المتحدة أكثر من بقية الدول، ولكن ليس كما هو معتاد أو معروف في الفترة الراهنة. إذن المواطنين الأوروبيين الراغبين بالعمل والبقاء داخل المملكة المتحدة يجب عليهم أن يحصلوا على عمل، يجب عليهم أن يحصلوا على عمل للبقاء هنا لدفع الضرائب وللاستفادة من التجربة المهنية والمالية لنقل في المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لك بهاء العوام مراسلنا من لندن.